لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. اللهم لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الشيخ عبد الحسن خان في حسن الأسوة في باب ما ورد في تغليل الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها والمرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إصباطه ومخالفته. أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من هي وبالجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه. قد ذكرنا أن طاعتها له فيما جعله الله عز وجل من حقوقه عليها من تسليم نفسها وعدم الانتهاء من فراشه وحسن المعاشرة وحسن التبعل ولزوم البيت وعدم الخروج إلا بإذنه وخدمته وخدمة أولاده منها وعدم إدخال أحد في بيته إلا بإذنه وعدم إجلاس أحد على فراشه إلا بإذنه. فهذه الأمور إذا أطاعت زوجها فيها فإنها يقال لها مع صلاتها وصيامها، في رواية أخرى وصمت شهرها ستأتي، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة فما هي وإن أطاعته فيما لا يلزمها راغبة في رضاه كان ذلك منه مما تثاب عليه حسن العمل. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني ورواية الصحيح خدم بن بليعة وحديثه حسن في المتابعة. وصحح الشيخ الألباني صحيح الجامع لطرقه. وعن حسين بن محسن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت منه وعنه، يعني لا أقصر في رضاه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. إنه جنتك ونارك بمعنى أنه يتسبب في دخولك الجنة أو يتسبب في دخولك النار. فإذا كنت تؤدين حقه وتطيعينه فيما وجب عليك وفيما استحب كذلك وأحسنت إليه كان ذلك من أسباب دخولك الجنة. وأما إذا امتنعت منه وعصيته ولم تؤدي حقه فإن ذلك سبب لدخولك النار. وكذلك إذا كفرت عشرته فقلت له: إذا لم يعجبك شيء منه لم أرى منك خيرا قط. وكذا إكثار السب واللعن والشتم. الحديث رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم وقال صحيح الإسناد وإسناده حسن.
عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم وإسناد البزار الحسن، صححه الحاكم وسكن عنه الذهبي وافقه. عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة نسائي إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج والاعتراف بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار هكذا مختصر، والطبراني في حديث قال في آخره: ثم جاءته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة فقالت: إني رسول النساء إليك، وما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوي مخرجي إليك. يعني السؤال ده كل النساء عز وجل، الله رب الرجال والنساء وإلههن، وأنت رسول الله للرجال والنساء. وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء. كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أجروا، وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة؟ قال: طاعة أزواجهن، والمعرفة بحقوقهم، وقليل من كنا من يفعله. في إسناده ضعف، رشدين بن سعد ضعيف. عن أبي سعيد الخدري قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: حق الزوج على زوجته لو كان به قرحة فلحستها، أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. رواه البزار بإسناد جيد، ورواته ثقات مشهورون، ورواه ابن حبان في صحيحه. ورجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي، هو الراوي عن أبي سعيد، قال وهو ثقة. وعن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أنا فلانة ابن فلان. قال: قد عرفتك، فما حاجتك؟ قالت: حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد. قال: قد عرفته. قالت: يخطبني، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئا أطيقه تزوجته. قال: من حقه أن لو سال من خراه دما وقيحا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسلد لبشر لأمرت أن تسلد لزوجها،
إذا دخل عليها لما فضله الله عليها. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت الدنيا. رواه البزار والحاكم وكلاهما عن سليمان بن داود اليمامي، ضعيف منكر واهن، عن القاسم ابن الحكم، وقد تكلم فيه أيضا. هذا قال المنذري سليمان واهن مع تصحيح الحاكم له. هذا باتفاق أهل العلم ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو مبالغة، فالمقصود من ذلك تعظيم حق الزوج، وليس أن ذلك يجب على المرأة أن تلحس منخره أو جرحه أو نحو ذلك، فضلا عن ضعف هذا الحديث الأخير. لكن الكلام على الذي قبله، ها؟ اللي هو السرود ثابت سيأتي إن شاء الله. وعن أنس بن مالك في قصة سجدة الإبل له صلى الله عليه وسلم، أن بعيرا جاء فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع رأسه في الأرض عند قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، واشتكى له أن صاحبه يعني لا يعطيه حقه في العلف ويحمله ما لا يطيق. وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالوا: يا رسول الله، هذا الحيوان يسجد لك، نحن أولى بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. الجزء الخاص بالسلود صحيح. الحديث رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته ثقات مشهورون، وصححه الشيخ الألباني، ورواه النسائي مختصرا، وابن حبان في صحيحه مختصرا، هو الجزء بتاع السلود. وروي معنى ذلك في حديث أبي سعيد المتقدم: تنبلس أي تنفجر وتنبع. وعن قيس بن سعد في قصة سجدة أهل جبيرة لمرزبانهم قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم لي: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ فقلت: لا. فقال: لا تفعلوا. لأنه سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال لما أنه رآهم يسردون لمرزبانهم لمقدمهم ورجل الدين عندهم، فقلت: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم القياس الصحيح، أن كما تعلم يقينا أن السرود إلى القبر محرم لا يجوز، فكذلك في الحياة. قال: لا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسرد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. رواه أبو داود وفي إسناده شريك، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، ووثق إسناده حسن. وعن ابن أبي أوفى، ده دليل هو اتفاق. وعن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ، وأنا أخطأت قلت معاذ في الرواية الثانية اللي هي مرزبانهم، دي ليست في في قصة معاذ. معاذ له قصة أخرى، له حديثنا فآتي. ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. قال: فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسرد لشيء لأمرت المرأة أن تسرد لزوجها، والذي نفسي بيده لو تؤدي المرأة حق ربها، لا تؤدي المرأة حق ربها
حتى تؤدي حق زوجها. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له، حديث صحيح بشواهده. وهذا يدل على العذر بالجهل، لانه لم يكن يدري ان السجود في هذه الشريعه محرم لغير الله عز وجل، فاقتصر السجود في شريعتنا على سجود العباده، ونسخ سجود التكريم الذي كان في شرائع من قبلنا، كما سجدت الملائكة لآدم بأمر الله، وسجد إخوة يوسف ووالداه له، وكان هذا تأويل رؤياه، فكان ذلك مشروعا في شرائعهم، وأكرمنا الله عز وجل بهذه الشريعة الكاملة التي ليس فيها سجود لغير الله. ولذا ما يقع من بعض الناس كان في الزمن الماضي يقع سجود بين يدي الملوك وتقبيل للأرض بين أيديهم، أخذوه من الأمم الجاهلية التي دخل كثير منهم في الإسلام وبقوا على عاداتهم الجاهلية وميراثهم الجاهلي، وقد ولد ذلك في أيام السلاجقة الأتراك وغيرهم ومن بعدهم، وهو أمر فظيع منكر، وإن قصد به العبادة كفر، وإن كان يقصد التكريم أثم إثما كبيرا. وأيضا السجود للقبر أشد حرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس عليه السجود في الحياة، وكأنه مقرر عندهم أنه يستحيل أن يسجد لقبر. وللأسف فإن هناك من الصوفية من يسجدون للقبور، وغالبهم يصرف لهم أنواع العبادات كالطواف والركوع والسجود والدعاء والاستغاثة والاستعانة وطلب المدد، وكل ذلك على الغيب، لأن الميت ليس بحاضر، وإنما يشرع أن ندعو له لا أن ندعوه من دون الله. المشروع أن نقول ولو خيار الناس، فحمزة سيد الشهداء وأصعب بن عمير الذي فتح الله عز وجل المدينة على يديه بالقرآن، وعندما زار النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد ونحن تبع له في ذلك، نقول يغفر الله للمستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالواجب عند زيارة القبر المشروع أقصد أن يكون هناك دعاء للميت وليس دعاءه من دون الله، فهذا الشرك الأكبر. وإن كان لابد وأن تقام الحجة قبل تكفير المعين. وأما وكذلك الطواف بالقبر، إلا أن يظن بجهله وضلاله أنه يتقرب إلى الله بالطواف بالقبر، فهذا يعلم ويستتاب، فإن تاب وإلا ثبت كفره والعياذ بالله، أنه يتقرب إلى الله أو إلى لو تقرب إلى صاحب القبر فكذلك. وأما أن ينسب إلى شريعة الإسلام أن الطواف بالقبور مشروع فهذا يعلم أولا، وإلا فهذا معلوم بالضرورة عند أهل العلم من دين الإسلام. وكذلك ما يفعلونه عند القبور من البدع المنكرات، فمن ذلك التمسح بالحديد الذي على الضريح، ويقولون ذلك تبرك، فإن اعتقدوا أن الحديد ينفع ويضر بذاته أو مع الله من دون الله أو مع الله، فهذا كفر أكبر وشرك أعظم. وإن اعتقد أنه سبب كان كاذبا على الله
يفتري على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وأما ما يفعله البعض الآخر من طلب الدعاء من الأموات كأن يقول له ادعو الله لي يا سيدي فلان، استغفر لي يا سيدي فلان، كما روى غير واحد في قصة العتبي المشهورة، وقد ذكرها ابن كثير رحمه الله، أن عربيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن الايه فطاب من طيبهن شريح لا قاع والأكم طوبى لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. الأبيات دي مكتوبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي يعني من أيام العثمانيين، يعني قصة مشهورة جدا يعني. وقال يا رسول الله إن الله عز وجل يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. فنام العتبي فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هكذا القصة. كل طبعا أساليب مجهولة، والعتبي مش معروف، والمنامات لا يحتج بها. ها؟ زي أحمد بتاع الأوضة. بتاع الأوضة؟ مثلا كل شوية يحلم بحلم. فقال له أدرك الأعربي فأخبره أن الله قد غفر له. وهذه الصيغة ذكرت في كتب كثيرة حتى من كتب الفقه المتقدمين فيما يقال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النووي وابن قدامة جايبينها. وهذا مما لم يرد عن السلف رضوان الله عليهم، بل أن يستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم بأن يطلب منه الدعاء والاستغفار، فهذا بدعة عند كل السلف لم يفعله أحد منهم، وإنما يشرع أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ابن عمر يفعل. كان يقول الصلاة السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. وإذا أحب أن يدعو فعند الأئمة الأربعة وغيرهم أن يستقبل القبلة ويدعو، مع أنه يعني لم يرد فضيلة في الدعاء عند القبر أو بعد زيارة القبر. الغرض أن كما أن السجود للقبر محرم، فهناك بدع ومنكرات، وإن كان هناك أمور بعضها أشد من بعض. أنا ذكرت هذه الصيغة خصوصا يعني نبين أنها بدعة، اللي هو طلب الدعاء والاستغفار والاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وبعض المشايخ المعاصرين يرون ذلك من الشرك الأكبر، وهو خطأ بلا شك من قائله، وإن كان فاضلا الشيخ ابن باز خصوصا يعني. ولكن هذه المسألة ليس عليها أي دليل أن يكون ذلك شركا أكبر، لأنه لم يصرف لهم العبادة، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى لابد يعبدون، مش إن هو يخاطبه بما لا يشرع، لازم يكون صرف له عبادة. يعبدون من دون الله، وليس أن يقول له اشفع لي عند الله أو جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي، أن ذلك من الشرك الأكبر. هذا كلام ليس بسديد، أين العبادة في ذلك؟ إنما خاطب الميت بما لم يرد وهو بدعة، والعبادات مبناها على التوقيف والدعاء من ذلك. وقد بيّن شيخ الإسلام تيمية أن هذا درجة أخرى
غير درجة أغيثني يا رسول الله، ارحمني يا رسول الله، أدخلني الجنة يا رسول الله، اغفر لي يا رسول الله، هذا اشفي مرضي يا رسول الله، اشفيني يا رسول الله، اشفي ابني، ارزقني ولدا يا رسول الله، هذا هو الشرك. وإن كان الجهل منتشرا فيحتاج الأمر إلى إقامة الحجة وبيان أن الدعاء هو العبادة. وأما اشفع لي عند الله فهذا طلب أن يدعو له، لا أنه دعاه، إنما خاطبه بما لم يشرع. ونحن شرع لنا أن نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه، وليس بأن نطلب منه أن يشفع لنا عند الله. وبعض المشايخ يقول لو كان ذلك على البعد لازم منه أن يكون يسمع، أن يكون معتقدا أنه يسمع السمع المحيط. ده كلام الشيخ العثيمين، يقول لو كان من بعيد وقال يا رسول الله اشفع لي عند الله أو ادعو الله لي، فيلزم منه أنه يسمع السمع المحيط الذي هو صفة الله، فيكون شركا في الأسماء والصفات، وهذا أيضا ليس بلازم. فنحن نقول في صلاتنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته على البعد، ولا نعتقد له السمع المحيط، بل نعتقد أن الله وكل ملائكة توصل له ذلك السلام، وليس أننا نعتقد أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كسمع الله. فإذا كان هذا الذي يقول على البعد ادعو الله لي يا رسول الله معتقدا له السمع المحيط الذي يسمع ما في السماوات وما في الأرض، كان ذلك شركا. وأما إذا لم يعتقد ذلك وإنما يعتقد أن صفة الله عز وجل أنه الذي واسع سمعه الأصوات وحده لا شريك له، فلا يلزم تكفير من فعل ذلك. إذن التكفير في مثل هذه الأمور في السجود أن يتقرب بهذا السجود إلى الميت، فكون سجود عبادة، فهذا شرك بعد إقامة الحجة، أن يرتكب شركا كالسجود أو كطلب المدد أو كالدعاء، يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات، فمثل هذا شرك أكبر من جهة النوع. الجزء الثاني لابد أن تستوفى الشروط الثمانية وتنتفي الموانع الثمانية، ثلاثة مذكورة في حديث رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم. وثلاثة مذكورة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والجهل والتأويل مأخوذ من قول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ لما سدد له، فإنه رغم أنه ليس مشروعا في دين الإسلام أصلا، وظن أو فعله معاذ متأولا، مع أننا نعلم أنه يقصد سجود التكريم لا سجود العبادة، ولكن هل هذا مشروع في شريعتنا؟ باتفاق أهل العلم ليس مشروعا، ففعله متأولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من البطارقة والقساوسة. وكذلك في قصة عمر مع قدامة بن مضعون عندما شرب الخمر مستحلا متأولا قول الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا أحسنوا. فأرسل عمر أن بعد أن أرسل له رسالة وقال له: أخطأت إستك الحفرة، إنك لو اتقيت الله لما شربت الخمر فما عصيت الله. فقال: إن رجع فاضربوه الحد، وإن لم يرجع فاقتلوه. فدل ذلك على أنه ليس بكافر ابتداء حتى يزال عنه شبهة التأويل. فهذه طريقة الصحابة، والتأويل نوع من الجهل لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خطأ ما قال. هذه شروط التأويل، شروط التكفير وانتفاء موانعه، يبقى الشروط والموانع، يبقى لا يكفر المعين حتى
تستوفى هذه الشروط وتنتفي الموانع. عنده مانع من ذلك خصوصا الجهل لأنه هو المنتشر، فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة اللسانية. صحيح، سبحان الله. أنا عشان كده قلنا معاذ فعل ذلك تأويلا متأولا. قال ولفظ ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. يعني هو يريد معاشرتها وهي على قتب بعير، يبقى تنزل وتمكن نفسها منه ولا تمتنع. تقول بقى انا مش فاضية، انا عندي طبيخ وعندي الفرن وشغال وتطفيه وتطيع زوجها، فضلا بقى انها تكون بقى مش عايزة، تعبانة مالهاش نفس مالهاش مزاج. كلام ده كله انتشر للأسف، حتى عد الزنادقة ان يعني ينال الرجل حقه من المرأة من زوجته بغير رضاها اغتصابا. وهذا في الحقيقة كفر، انه يشبه ده باغتصاب المرأة الأجنبية، ده كلام يعني يناقض صريح القرآن والسنة في أن الرجل من حقه معاشرة امرأته. نعم هذا ينبغي يعني في الآداب أن يقدم لنفسه، وأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، لكن هذا لا يمكن أن يكون اغتصابا يحاكم عليه الرجل. هم بيعملوا عايزين يعملوا قانون بتقعد نسوية، ان هم يعملوا ان الرجل لو اغتصب امرأته يعني جامعها غصبا عنها فهي مش عايزة، يعملوا 15 سنة سجن الى الاعدام، زي الاغتصاب المرأة الاجنبية. ان اغتصاب المرأة الاجنبية فعلا اشد من قطع الطريق، او هو قطع طريق مشدد. ولذلك قال السدي: لو ان رجلا يعني اغتصب امرأة على نفسها لم يكن حده حد الزنا، وإنما كان حده القتل، لأن الله عز وجل قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال: وروى الحاكم المرفوع منه من حديث معاذ، يبقى مروي من حديث معاذ وقيس ابن سعد. قال: روى الحاكم مرفوع منه حديث معاذ ورفضه: لو أمرت أحدا أن يسرد لأحد لأمرت المرأة أن تسرد لزوجها من عظم حقه عليها. ده دليل على ان لحس القرحة ده ليس مأمورا به. لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد، وهو لم يأمر لأن ذلك غير مشروع، وكذلك في لحس القرحة. قال: ولا تلد المرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها. الحديث صحاه الشيخ الألباني. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. مجرد تلاوة هذه الأحاديث كده تنسف النسوية. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان لها أن تفعل. رواه ابن ماجة من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لا
يصح حديثه، وبقية رواته محتد منهم في الصحيح، بس يكفي علي بن زيد بن جدعان. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا أغضبت، إذا أغضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. رواه الطبراني وروايته محتج بهم في الصحيح إلا إبراهيم بن زياد القرشي. الشيخ حسن هذا الحديث، وقد روي هذا المتن من حديث ابن عباس وكعب بن عجرة وغيرهما، وهذا يدل على حل المشاكل، وأن المرأة لها نصيب كبير في ذلك حتى ولو أسيء إليها، فهي التي تأخذ الثواب العظيم في المحافظة على هذه الأسرة، لأن تأخذ يد زوجها في يدها وتقول: لا أنام حتى ترضى. وهذا يذهب ما عند الرجل من غضب ومن ضيق، يجعله في منزلة الإحسان إلى زوجته بعد أن كان متربصا بها، فتزول هذه النزعات ويعود الوئام إلى المنزل، وتكون المرأة هي التي أخذت ثواب هذا الإصلاح وأحسنت إلى زوجها، وتأخذ ثواب إحسانها أيضا. وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن لأحد في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدا. يعني اسمعش كلام أبوها مثلا لما يقول لها سيبي البيت وامشي من غير إذن، تعالي معايا دلوقتي ونحو ذلك، سيبك منه، روحي الفرح اللي انت عايزه تروحيه بتاع خالتك وعمتك واختك اللي مليان منكرات، وهو بيقول لا ما تروحيش. المشاكل دي بتحصل مشاكل بشكل ان حضور الفرح ده حاجه مقدسه، ده بتاع ابن عمي، ده بتاع ابن عمتي، ده بتاع خالي، بتاع معرفش مين، ويكون مليء بالمنكرات، وجوزها يقول لا ما تروحيش، ومع ذلك تبقى ايه؟ تسيبه وتروح. قال: ولا تعزل فراشه ولا تضربه. استغربوش يعني، ما هو ده موجود برضه في نساء مستويات شويه. لا هي لا تضربه. فاذا كان هو اظلم فلتاتيه حتى ترضيه، فان قبل منها فبها ونعمت، وقبل الله عذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليها، وإن هو لم يرضى فقد أبلغت عند الله عذرها. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقول بل منكر وإسناده منقطع، لكن اللي قبله يشهد للمعنى. أفلج الله حجتها أي أظهر حجتها وقواها. عن ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإني امرأة أيم، يعني ليس لي زوج، فإن استطعت وإلا جلست أيما. قال: فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. قالت: لا جرم، لا أتزوج أبدا. رواه الطبراني في إسناده حسين ابن قيس المعروف بحنش ضعيف. قال الحافظ في التقريب عنه: متروك. يعني هي كل الروايات اللي فيها ان هي قالت مش هتجوز احترامها كده دي كلها ضعيفة. وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها كله.
لو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها. رواه الطبراني بإسناد جيد، ده حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. رواه النسائي والبزار بإسنادين، رواة أحدهما رواة الصحيح والحاكم، وقال صحيح الإسناد، صححه الشيخ الألباني. وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال حسن، صححه الشيخ الألماني. ها؟ فين دي؟ لا ينظر الله تعالى إلى امرأة، يعني طالما لم يعني يعفو عنها أو طالما لم تعذب في النار. وعن طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور، يعني على الفرن، زي ما قلنا تطفي تشيل الحطب، ده كان زمان ما بيطفيش كده، ده كان زمان إيه؟ حطب، فتبقى تشيل الحطب عشان الأكل ما يتحرقش ويبوظش تبعده، وبعدين ترجع له مرة أخرى. دلوقتي هترجع طفي الفرن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، والنسائي وابن حبان في صحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. الله عز وجل يسخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. والملائكة تلعن من غضب الله عليه ولعنها. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله، والحديث وفيه: وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع، لأنهم لا يعلمون مدى عظم هذا الإثم. هذا يدل على أن خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها إلا خروجا واجبا، مثل إنقاذ حياة ومثل طلب علم واجب ومثل ذلك أكان مباحا، إذا كان هو لا ينفق عليها وعلى أولادها فخرجت لتتكسب أو يعني لتأتي بالطعام والشراب أو بالمال من مصدر مباح، فليس له أن يمنعها، الواجب عليه أن ينفق عليها. قضيتان مجمعان عليها في حق الرجل على امرأته: أن تسلم نفسها متى طلبها، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا يجوز اشتراط ما ينافي مقتضى العقد، كمن يتزوجون ويشترط كل منهم أن لا معاشرة بينهم أو أنها تخرج متى شاءت، فهذا مناف لمقتضى العقد. مقتضى عقد الزوجية أن الزوج يحق له معاشرة امرأته ما لم يكن هناك مانع شرعي أو يعني مرض أو نحو ذلك تعجز معه عن الجماع،
وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه إلا لضرورة كما ذكرنا أو علم واجب. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.